على المرعي نازح من ريف حلب الجنوبي. نزحنا طبعا نتيجة القصف على الضيعة. ساكن المخيم يعني بدك تقول وضعه صعب. عندي بنت معاقة بحاجة إلى ترتيب أطراف ذكية. قلبي يقطعني كل ما اشوفها عم تزحف او ماشي بتلرف ويا رفقاتها في مكان عم تزحف وهم عم يمشون يركضون. بدون ما احط لها الاطراف انه اللي سويت لهم اياهم ما تقدر تمشي. فكرت لي عاد بهذا انه قطعه بلاستيك ردينا رحنا جبنا لها علبه سردين حطينا لها يعني قامت يعني تشد وياها شوي. هي الحمد لله يعني من ركبت لها قامت تقدر تروح على المدرسه يعني بصعوبه لكن شيء احسن من شيء نقول يعني. يعني حركتها صعبه بشكل عام علي وعليها وانا جاي كمان بحاجه الى تركيب اطراف ذكيه. حتى نستطيع يعني نمارس حياتنا ان شاء الله تعالى بشكل طبيعي نصف الجبال والحجر. اتمنى طبعا اني اركب اطراف انا وبنتي اطراف ذكيه ونقدر نمشي وما نحتاج لاحد.